الاخيرين خصوصا 2020 نذكر الساده والسيدات المستشارات انها كان مطلب ديال المعارضه كنا درسنا في المجلس بالاكثر من هذا هو اننا كان المفروض انه يكون في الدوره ديال فبراير وترناها في الدوره ديال فبراير على انه فينا هو البرمجه ديال الفائض المالي الحقيقي ما تمشي في الادراج ديالو يعطيه هذا تبرمج في الدوره هذا من جهه من جهه اخرى اعتبر ان هذا البلد ديال الفائض المالي ديال 185 مليون يعني الفائض اللي هو هزيل بزاف علاش هزيل؟ من طبيعة الحال انه نتيجه ديال سوء تدبير وسوء تصوير وغياب الحكامه في الترشيد وفي التصرف في الميزانيه وبالتالي تراكم ديال الديون من الخدمه ديال الدين والفوائد ديال الدين تستهلك واحد اكثر من 45% من الميزانيه يعني هذه الحوايج كامله يعني ما تتخليش ان الجماعه تبرمج مشاريع ديال تعود على السكان بالفريد وبالتالي هذا الهزيل اللي ما يمكنش ان نبرمجو ونقولو برامج تنموية حقيقية. ثاني حاجة هو ان كاين اولويات اعتبر ان البرمجة ديال الفريد في بعض النقاط ما كاين اولويات ممكن انها الاهتمام بالجانب ديال 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 المساحة الخضراء عنده اولوية اهم من النقاط اللي تمت البرمجة ديالها وبالتالي خاصنا نخصو واحد القدر والاعتناء بالمجال المساحه الخضراء نظرا للظروف الطبيعيه ديال المدينه وكذلك نظرا لعمليه الاجتثاث ديال الاشجار وانما نمسك واحد القوس وغادي نتساءل انه كيف تساءل المجتمع المدني والجمعيه المهتمه بالبيئه على مستوى المدينه هو هذيك المساحه كامله ديك الطريق بما يسمى بالفلان واحد عين ديال الاشجار اللي ولات تتموت واعتقد وهنا حتى لا اكون اتجنى على احد اعتقد انه للاسف ربما بفعل فاعل لانه فيما تنشط شي اشجار تما واحد المجموعه ديال الاشجار تتموت تيدبوا لها داك لاصيد وتتموت وبالتالي تيتم التسييد ديال الشتات ديالها وقد ما تنت شي اشجار تما قد ما هذاك الشارع كامل الاشجار ديال الكايتوس اللي بعمر ديالو 70 سنه و 80 سنه كامله تولي هذيك المساحه كامله جرداء بعد ما كانت متنفس خاصنا الميزانيه الفائضه هذا تكون مبرمجه في المجال ديال اللي تيتم في البناء وفي المجال الاخر مستوصف مستوصف هذا المدير الذي خصصنا المستوصف نظن انه راه جد دائما نرى الوضعيه اللي تمزد عليها في المجتمع المستوصف لكن قبل هذا صح يفكر واحد التوضيح هذا المستوصف ديالنا وكيفاش تنور الاخوان المستشارين كيفاش جاء المستوصف كيفاش هو في الجزيئه وكذا الى هذا هو ثانيا ما كنعرف انا عارف واش واش تمت تسويت الوضعيه ديالو باش يصحي الممتلكات ديال الجماعه ثالثا هناك عده عقارات في نفس الوضعيه واش المجلس ولا المكتب تحرى هذه العقارات وخدا المسطره ديال يعني ضمهم ولا حفظهم باش يصحوا ضمن ممتلكات ديال الجماعه وهنا منها كان على مسافه راه الا كان شي عقار ما تقدرش ما تطرح تطرح على مسافه ما كان ما كنعرفش كان عقار مجاور الجماعه لولا تدفق بعض الاخوان اللي عندهم غير هذا شاف خبر كامل اللي تطور المساحه ديال 800 متر وهذه وكاين عقارات اخرى غادي يجي الوقت شكرا. أولا
فيما يخص الفائض كنت كنهضر على شي حاجه ديال الميزانيه ولا الفائض ولا شي حاجه كنهضر تقريبا بالايام اللي كنت فيها في السياق لهذا اريد ان ابرئ سبحانه وتعالى واحد الوقت درت شي حاجه تنستغفر الله هو الاول ثم الثاني والساكنه ما كنتش عارفه كنت تحت الضغط تحت الضغط لانه ولات الفقير لصالح اللي ما كناش انا كلي تنكره قد صالح ولا مش عليه الفساد فساد صفقه جديده اللي كنا غناخذ مواد ليها سيد رئيس انا كجمعيه تنضم صوتي الصوت ديال الاستاذ سيد الصافي والاستاذ سلواسي انا نتطوع نديرو طلب للسيد العام السيد الوالي نديرو مليون شجره في الفقير صالح نبداو الاراضي كما كانوا تيقولوا الاجيال اللي فاتت اجيال جيل ذهبي اللي كان فيها شباب تبارك الله في وصل في العلم وفي الرياضه دابا راه وليداتنا ولاو غير لانشاو وتيمشيو يتقاطبوا في الجنب ديال المدارس سيد الرئيس حنا مستنيين المره الجايه حيت انا ما كانش عندي وقت كافي الناس ديال الاخلاق كانش عندي وقت كافي باش نتوضا نصلي نتغدى نجمع ما كانش عندي الوقت مشيت تحت الضغط